السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بونتك. دي الحلقة اللي انتوا كلكم طلبتوها تقريبا في الكومنتات، وكل الناس قاعدة تقول لا احكي لنا ايه اللي حصل وايه الدنيا طيب خلينا نتكلم عن كذا حاجة. أول حاجة، موقع ام بي سي كاش لما نزلت الموقع ده في التشانل عمل طفرة كبيرة جدا، فوقك من المشاهدات اللي جات على الفيديو. أنا بتكلم على الجي بي تي، الناس كتير قوي طلبت الجي بي تي، ناس كتير قوي عجبها الموضوع وقالت عايزين أكتر من الجي بي تي، ولحد النهاردة بعد النصب كلوني كاش الناس لسه بتطلب برضه جي بي تي وعايزة جي بي تي. تمام، بعد ما خلصت ام بي سي كاش ولقيت عليه اقبال كبير وناس كتير بتطلب جي بي تي، فبقيت اقبل معظم مواقع الجي بي تي اللي بتجيلي. تمام، مش هتقول لي بقى من غير ما تتاكد من الناس وكده، لا لا، انا كنت بتاكد عادي جدا، ولكن بيبقى الامر طبيعي لان يعني الناس بتديك اسعار وبتديك حاجات وخلاص، يعني بتديك اثباتات ان هي هتدفع. تمام، وبعد كده لقيت في موقع كلوني كاش، فلما جالي الموقع ده، وقبل الموقع ده كان فيه فري باي موني، وكان فيه كذا موقع فري باي موني قفل بسبب مشكله مع صاحب الموقع نفسه، ودفع لكل الناس قبل ما يقفل ما عدا كذا شخص كده ما لحقهمش. نفس الكلام موقع ام بي سي كاش، على فكره الناس اللي بتسال، موقع ام بي سي كاش دفع لكل الناس، كل الناس لحد يوم 22 اللي فات كان ام بي سي كاش دافع كل الدفعات اللي عليه. حاجه كمان، لو في حد ما دفعلوش من ام بي سي كاش، ده برضو كلام مع صاحب الموقع، كان قال ان الناس دي بتستخدم طرق غير شرعيه في الربح، فعشان كده ما دفع لهمش، او يعني ما رضاش يدفع لهم بشكل مباشر. تمام، ولو كان حساباتهم مفتوحه لستك، او كان الموقع لسه مفتوح، كان قفل لهم الحسابات. حاجه بقى خلينا نتكلم عليها، كلوني كاش لوحده. كلوني كاش بقى لما جه انا شرحته عادي جدا بدون اي حاجه، يعني ايوه انا طبعا صاحب الموقع قال انا ما خدتش مقابل، لا طبعا انا خدت مقابل، لان انا اصلا لا اعرف صاحب الموقع ولا اي حاجه. واللي يجي بقى ناس، طبعا احنا كشعب عربي او مصري عامه، لان للاسف اللي كان بيقول كده كانوا مصريين للاسف، يعني مش كلهم الحقيقه، يعني كان في ناس مش مصريه. لا، مصطفى صاحب الموقع، مصطفى متفق مع صاحب الموقع، مصطفى الوحيد اللي اتدفع له، وده طبعا كلام في الفاضي. انا لما قلت ان الموقع صادق، ده طبعا مش بهدف ان انا اضحك عليك او اخليك تشتغل، وانا ايه يعني انا هبسط لما لقيت تشتغل وفي الاخر ما تكسبش فلوس، ده اكيد ده حاجه مستحيله. تمام، ان انا ازاي هعمل كده؟ ازاي بعد سنتين من الشغل وسنتين من الفيديوهات، 300 فيديو، اكتر من 300 فيديو عامه عملته على السوشيال ميديا وعملته على يوتيوب، وفي الاخر يعني اضيع ثقه الناس كده في ايه؟ لا مستحيل، يعني فكر فيها كده تلاقي مستحيل ان انا اعمل حاجه زي كده. انا لا اعرف الموقع ولا اعرف صاحب الموقع ولا اعرف اي حاجه. تمام، دي حاجه. انا بس هقول لك كذا حاجه وانت قرر. بدايه انا مستحيل ان انا اكون متفق مع صاحب الموقع، انا لما قلت انه صادق لانه دفع لي، كان فعلا وقتها دفع لي. انا كنت طبعا كسبت من الريفرال، لما انا وريت لكم في الفيديو كسبت من الريفرال 90 دولار، وطلبت سحب ال 90 دولار واتسحبوا. تمام، هو قال هدفع يوم الاثنين لكل الناس او لشويه ناس من اللي طلبوا سحب، وفعلا دفع ليا ولكذا حد، هتلاقيهم في البوست اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، والناس فعلا منزله اثباتات الدفع في الكومنتات بتاعت البوست ده. تمام، على الجروب بتاع كلوني كاش. فبالتالي انا ماليش حق ان انا اقول عليه نصاب، ماليش حق. وقتها ما كانش ليا حق ان انا اقول عليه نصاب. طب اقول عليه نصاب بمناسبه ايه؟ مع ان الناس كلها قالت كلوني كاش نصاب قبل حتى ما ينزل، قبل ما يدفع لي. فعشان كده انا عملت فيديو حبيت اوضح للناس ان هو مش نصاب، لانه دفع لي ودفع لناس كتير. تمام، فبالتالي دي الحته بس اللي الناس واقفه لي عليها برضو، يقول لك لا انت ليه قلت مش نصاب، انت ضحكت علينا. لا، انا قلت مش نصاب عشان دفع لي وقتها. تمام، ده الحاجه الوحيده اللي خلاني اقول عليه مش نصاب. دي حاجه. حاجه كمان برضو، ان الموقع وقتها لما دفع قال هدفع يوم 22 لكل الناس، او من يوم 22 ليوم 26 لبقيه الناس كلهم. تمام، وده طبعا اللي ما حصلش، وده اللي خلى الموقع ينصب. حاجة بقى كمان برضو جميلة جدا، أنا كنت متفق مع معظم مواقع اختصار رابط اللي هو بيتكلم معاهم، وكلهم تقريبا دلوقتي مش هيدفعوا له أي حاجة، وتقريبا هو ما كسبش أي حاجة من اللي هو عمله، غير من موقع أو موقعين من اختصار رابط. يعني موقع ايجيبشنجي قفلوا الحساب، موقع لينكس 17 قفلوا الحساب، سولو لينك قفلوا الحساب، وكذا موقع قفلوا الحساب. فبالتالي ما تقلقوش من حتة إن إحنا اتضحك علينا. تمام، إحنا اتضحك علينا بسبب إن هو يعني مش اكيد مش هنشتم او حاجه، بس لا، كل عليك بس ان ده رقم تليفونه لو حابب انك تسلم عليه، واسمه كرولوش نودا، مسيحي الجنس، ايوه حضرته مسيحي. تمام، فانت ممكن برضو تسلم على الاكونت الشخصي بتاعه ورقمه، يعني انت ممكن تسلم عليه مثلا لو حبيت ايه تاخد فلوسك او حاجه. حاجه تانية، الرقم مش بس اتصال، مش قصدي واتساب، لا، الرقم فيه بنعمل بيه حاجات تانية، وان شاء الله ده اللي هنشوفه الفتره الجايه. بغض النظر عن كل ده، فطبعا انا مش هشير الرقم من هنا ولا اسمه ولا اي حاجه، وتلاقي اكونت الفيسبوك في الوصف، فاتعامل معاه زي ما كنا هنتعامل معاه الفتره الجايه. الناس بقى اللي اتهمتني انا بالنصب شخصيا،
بجد بجد بجد، يا اما الناس دي جديده في القناه او مش عارفيني شخصيا، او يعني الناس دي ما اتعاملتش معايا او مش معايا من الاول او مش معايا حتى من الاول 10,000 مشترك او 20,000، ففعلا الناس دي ما تعرفنيش خالص. انا عمري ما يعني هستغنى عن الناس واستغنى عن المتابعين واستغنى عن كل ده في مقابل الفلوس او مقابل اي حاجه. الناس دي هي اللي اصلا اللي عملت مستر مونتك، الناس دي هي دي اللي اصلا اللي علت الشانل. الفترة الأخيرة أنا بدأت أزيد بشكل كويس بشكل ملحوظ جدا، بدأنا نزيد يعني 7,000 مشترك في الشهر، 6,000 مشترك في الشهر، ما كناش بنعمل الحركات دي والحاجات دي الشهر اللي فات واللي قبله. ولكن في الزيادة دي أيوه بيحصل دروب، بيحصل مشاكل، بيحصل حاجات كتير، ولكن يعني الحمد لله إن لو كان في نصب في الموقع يبقى كان موقع واحد بس اللي نصب. الحمد لله موقع واحد بس هو اللي نصب، مش كذا موقع قبل طبعا ما أخد بطايق الناس بقى والحاجات دي، لأن كروني كاش كان يعتبر آخر موقع ما أخدش بطاقة صاحبه، يعني حظه عامة حظه، والا كنت هنشر البطاقة وكان هيبقى شكله جميل جدا يعني. تمام، فبغض النظر عن كل ده، فدي برضه رسالة للناس اللي هتفكر تنصب بعد كده. فلا انا خلاص بعد كده مفيش حد هيجي عندي يعمل شرح او يطلب اي حاجة غير لما يكون ترتيبه محترم، غير لما يديني بطاقته حتى لو ترتيبه محترم يعني. تمام، مرة تانية يا ريت يا جدعان، يا ريت يا ريت بلاش بالله عليكم التهيؤات اللي بتيجي للناس بالله. يعني مصطفى صاحب الموقع دي غريبه قوي. انا عمري ما كان عندي موقع ربحي، تمام، لا اختصار روابط ولا جي بي تي ولا رفع ملفات ولا اي موقع، ولا عمري شرحت موقع بتاعي، دي حاجه عمرها ما حصلت. تمام، تاني حاجه الاستراتيجيات اللي انا نزلتها في الفتره الاخيره بتاعت انا ويحيى، اللي يحيى نزلها معايا، كل الحاجات دي مش بغرض اي حاجه غير انها افادتكم، ان انتوا بس متخيلين او بتفكروا ان احنا بس بتوع فلوس او ان احنا بس عايزين فلوس. لا لا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. ده مش يوتيوب، مش يوتيوب على الاقل، مش احنا مش هنكسب فلوس من يوتيوب، مش يوتيوب ولا هيكسبنا فلوس حلوه، احنا بنكسب فلوس اكتر من كده بكتير مجالات تانية، مش يوتيوب خالص. تمام، فاتمنى بس توصل لكم النقطه دي، ان احنا والله العظيم ما هممنا حاجه الا ان انتوا تستفيدوا بس بس. تمام، دي اكتر حاجه همانة في الفيديوهات واكتر حاجه همانة في كل ده، ان انتوا بس تستفيدوا، مش فلوس يوتيوب او ايه. واليوتيوب ما بيكسبش فلوس، انتوا عارفين اليوتيوب ما بيكسبش فلوس حاليا في النقطه اللي انا فيها حاليا 38,000 مشترك او حاجه، ده مش ما بيكسبش فلوس بالنسبه لي. تمام، ايوه اليوتيوب طلع عين اهلك طول الشهر عشان تكسب 1000 جنيه مثلا، لا مش رقم يعني يا جماعه، مش رقم، لو اشتغلت في ورشه هكسب اكتر من كده. تمام، فاتمنى بس تكون فهمتوا النقطة دي، ان احنا لما بنعمل فيديوهات فبنعمل فيديوهات وبنتعب نفسنا عشان كنتوا بس، عشان عندنا ناس مستنيانا وناس بتحب تتفرج علينا بس. بعتذر جدا على اللي حصل مع كل الناس اللي في كلوني كاش، و انتوا عارفين ده مش ذنبي ومش مش عندي، انا فهمتكم الموضوع من الاول خالص، ان انا لما قلت عليه مش نصاب كان دفع لناس ودفع لي، واثبات الدفع اللي هو كان منزله نزله على الجروب والناس كانت فعلا منزله اثبات الدفع في الموقع دفع، فانا ليه حق ان انا اطلع اقول عليه مش نصاب. طبعا انا همسح الفيديوهات بتاعت كلوني كاش وهمسح فيديو ام بي سي كاش وكل الفيديوهات دي، يعني هعملها برايفت بحيث ايه ان محدش يقع في الحاجات دي تاني. تمام، مره تانية بعتذر على موقع كلوني كاش وعلى اللي حصل لكل الناس اللي اشتغلت، لان انا صحاب ليا شخصيا اشتغلوا في الموقع ده وانا زعلان جدا جدا على الناس دي. بس فعلا في الاول والاخر انا زعلت على نفسي اكتر، وزعلت على الناس اللي اتهمتني اتهامات رهيبه في الفتره الاخيره، كل الكومنتات كلوني كاش كلوني كاش كلوني كاش، وطبعا بقى تهيؤات للناس بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، بقى مصطفى صاحب الموقع، مصطفى متفق مع صاحب الموقع عشان ياخد منها مش عارف ايه، مينفعش صدقني مينفعش. لا انا عمري ما اعمل حركه زي كده، لو انت صدقت عليا حركه زي كده فصدقني ما تتابعنيش، لو انت صدقت عليا حركه زي كده ما تتابعنيش، لان انت لو صدقت عليا حركه زي كده فانا كده ممكن اعمل اي حاجه العن من كده الفتره الجايه، لا يبقى انت كده فعلا ما تتابعنيش، لان لما تصدق عليا حاجه زي كده فانت كده ما فيش ثقه بينا خالص، لا ما فيش خالص، انت بتتابع واحد نصاب بس، ده اللي انت بتعمله حاليا. تمام، فاتمنى يا جدعان ما حدش يصدق اي حاجه كده اي حاجه كده والسلام وخلاص. انا اسف، انا شكلي طولت، وكان يعني انا اسف على حته كلوني كاش دي، وان شاء الله الفتره الجايه هنعوض بحاجات احسن. ولكن بغض النظر فان عندكم اكتر من استراتيجيه نزلناها الفتره الاخيره، يا ريت تركزوا فيهم يا جدعان، بالله عليكم انا بلاقي كومنتات غريبه والله، الناس تقعد تقول انت ما بتتكلم بسرعه مش عارف ايه، الاستراتيجيه بتاعت يحيى مش انا اللي بتكلم، يحيى اللي كان بيتكلم، فالناس برضه اتهمتني ان انا سريع، وانا مالي يحيى اللي كان بيتكلم مش انا. تمام، دي حاجة. تاني حاجة الاستراتيجية دي بالذات لو كان يحيى قال كل حاجة فيها كان فعلا هيقعد فترة طويلة جدا أكتر من ساعة، فكان يحيى هيقعد يصور أكتر من ساعة عشان يقدر يعمل حلقة كاملة وكده، فكان الموضوع فعلا هيوسع مننا قوي، أنت عمرك هتتفرج على فيديو ساعة غير لو كانت دورة أفلييه أو سي بي إيه أو حاجة زي كده. تمام، فدي الحاجة الوحيدة بس اللي احنا قدرنا إن احنا نسرع لك الشرح شوية بحيث إن أنت تقدر تفهم بس الكلام وبس كده. مرة تالتة بعتذر على كلوني كاش، ما تنساش رقم
ميل اسمه كل حاجه هتلاقيها في الوصف، فسلم عليه لو حابب. و يعني ما تصدقش عليا اي حاجه بعد كده غير لما تتاكد بنفسك، غير لما تتاكد. انا عارف ان اتاخرت في الفيديو ده وما طلعتش قلت وكده، بس فعلا تعليقات الناس فعلا سببت الواحد اكتئاب والله في الفتره الاخيره. بغض النظر عن كل ده، فانا برضو بتكلم مع اصحاب مواقع اختصار الروابط اللي انا ما اتعاملتش معاهم او اللي انا ما كلمتهمش، لو دي ار ال وكذا موقع تاني انا ما اتكلمتش معاه. فيا ريت اي صاحب من موقع اللي انا سيبه لك قدامك ده، تقريبا اسمه اي بي كي بيور او حاجه زي كده، اي حد بيستخدم الموقع ده او اختصر الموقع ده عندك، اتمنى انك تشيل الاختصار ده او انك تبطل الاختصار ده، وانك ما تدفعش لصاحب موقع كلونيكاش اي حاجه. واي موقع اختصار رابط تتعامل معاه موقع كلونيكاش، يتمنى الراجل ده نصب علينا كلنا يا جدعان، ف يا ريت ما نتعاملش معاه، ويا ريت ما ندفعلوش الفلوس دي. حلال عليكم انتم، مش عايزين حاجه، احنا مش عايزين فلوس، احنا فلوس حلال عليك انت يا بتاع اختصار رابط، فيا ريت تخليها لك وما تدفعش لحد حاجه. تمام، مش هيكون نصاب وكمان هياخد فلوس. تمام، بس كده، سلام.